كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت بأن الرشخة الأخيرة باتجاه الجليل الغربي ضمت ما لا يقل عن 10 صواريخ، وقالت إن معظم هذه الصواريخ جرى اضطرابها. لكن الآن يصل بيان صادر عن حزب الله يقول فيه إنه دائما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا في إطار الرد على اعتداء الجيش الإسرائيلي على بلدة حنين في جنوب لبنان وإصابة عائلة هناك، بأن المقاومة الإسلامية استهدفت مستعمرة في الجليل الغربي وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. بالتالي هذه العملية التي استهدفت الجليل الغربي تبناها حزب الله الآن، وقال إنه رد على استهداف بلدة حنين. وهذا أيضا تأكيد لما ورد سابقا في خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي قال إن في حال استمرار الجيش باستهداف المدنيين في لبنان سوف يواصل الحزب باستهداف مناطق جديدة وضم مناطق جديدة إلى دائرة النار، وهذا ما يحدث الآن على ما يبدو. وكنا رصدنا في الأيام الماضية بأن حوالي 10 مناطق وبلدات وكيبوتسات أدخلت إلى دائرة المواجهة، البعض هو قريب من الحدود والبعض هو أبعد من المواقع التي تستهدف يوميا، لكن ذلك يأتي أيضا في إطار ترهير قواعد الاشتباك وفق تطورات الميدان. الذي جرى نذكر المشاهدين على أنه دوت صفارات الإنذار بشكل متزامن في الجليل الغربي والجليل الأعلى، التأكيد من الناحية الإسرائيلية برصد 10 صواريخ باتجاه الجليل الغربي على الأقل. كان هنالك أيضا إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة حيفا داخل الخط الأخضر، لكن تبين من أن الجيش فعل منظومة الاعتراض وأطلق صاروخاً اعتراضياً على هدف تبين أن التشخيص هناك كان خاطئاً. وبحسب صحيفة يضعوت أحرنوت بأن سرباً من الطيور هو الذي أدى إلى تفعيل منظومة الاعتراض. طبعاً هذا يأتي في إطار حالة الاستنفار الأمني وحالة أيضاً التأهب على كافة الجبهات، خاصة في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على الحديدة في اليمن. إسرائيل هي عملياً رفعت حالة التأهب على مختلف الجبهات، هي تتوقع المزيد من إطلاق النار من قبل جماعة الحوثي، وحتى إنها متخوفة من أن يكون هنالك ردا مشتركا بين محور المقاومة في أكثر من مكان. وهذا ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، بأن المؤسسة الأمنية تخشى من أن يكون هنالك تنسيق مشترك ما بين المجموعات المسلحة في العراق، في سوريا، في اليمن، حزب الله في لبنان، بأن يتم تنفيذ عملية تتغلب على منظومة الدفاعات الجوية، وبالتالي سرب من الطيور هو يفعل منظومة الاعتراض ويؤدي إلى سماع دوي انفجارات في منطقة حساسة مثل حيفا. حيفا التي ورد أيضا في فيديوهات حزب الله في السابق، الكل يذكر فيديو مسيرة هدهد الأول الذي بين مواقع وأهداف استراتيجية حتى خليج حيفا. زدتني عن حانة متوترة وأيضا ترقب في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.